كم الفنانين مغاربه معروفين هنؤك تواصلوا معك مثلا؟ اولا في الاول كاع كانت الفنانه حياة الادريسي. حياة الادريسي نقول لك الناس، نقول لك الحقيقه ما نقولكش كلهم، نعم. ماشي كلهم صحيح. حيت كاين فعلا كاين اللي ما تفرجش، نعم. كاين اللي ما سيقش الخبر، نعم. ولكن طبعا ما كاينش شي فنان في المغرب ما غاديش يبغي لينا الخير باش نكونوا واضحين، لانه حنا كتمثل المغرب، ابناء المغرب، وحتى حنا كنا تنشجعوهم وحتى هما يكونوا تيشجعونا. كاينين الناس اللي ما سمعوش، وبالنسبه ليا كاينه واحد القضيه كنبغي اللي يشجعني من الفنانين اللي كيعرفوني وكذا تيشجع عصام، نعم، فهمتي، لانه حنا بجوج بحال بحال ما كاينش الفرق بيناتنا، صحيح، نعم. حياة الادريسي الله يحفظها ويطول عمرها، القدوه ديالي طبعا، وهدى سعد، زينه الدوديه تحيه لها، حتى هي ساعدتني بزاف صراحه، الاغنيه ديالها عاود لا الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، يعني انسانه طيبه بزاف صراحه. ساندتني قبل من الاغنيه، مازال ما عرفتنيش شنو غادي ندير كاع، هي ساندتني في الاول كاع، في الاول فهمتيني، من المواجهه عيطات لي وهناتني وكذا وقالت لي تبارك الله عليك، وعطاتني ملاحظات في المستوى وكملي. والفنانه دنيا باطمه تنوجه لها تحيه، لانه حطتنا عندها في الصفحه ديالها، الرسميه، واسماء المنور حتى هي تبارك الله عليها، واللي زاد فرحني هو كانت ما كانتش عندي سلمى رشيد وما كنتش نهضر معاها، ومنين خرجت صيفطات لي ميساج بريفي عندي في الانستغرام، تنوجه لها تحيه وتبارك الله عليها، فنانه متخلقه صراحه، نعم. يعني هذا هو المطلوب، انه نعاونوا بعضياتنا في كل المجالات، في الفن والرياضه وزيد. وتحيه لجميع الفنانين اللي شجعونا وانا ما كنعرفهمش، انه شجعوا شي فنانه وتا انا مازال ما شفت الصراحه.